كابتن اسامه، الفتره دي مرت علينا كتير او مش كتير يعني، مرت علينا قبل كده، وجمهورنا دايما كان بيبقى هو السند والداعم رقم واحد لينا. ومش عايز افكرك باوقات احنا حصلت لنا زمان ونفس السيناريو دوت، وتوفيق ربنا ودعم وسند جماهيرنا بتقلب الاوضاع. مظبوط، مفيش شك يعني. يمكن انت اللي قلته ده كنت انا هقوله في سياق الكلام اللي انا اللي هكلمه دلوقتي، انه فعلا جمهورنا معروف عنه انه بيقف معانا في الاوقات الصعبه اكتر من السهل. مظبوط، يعني لما بنبقى كسبانين على طول يمكن ما بن اكيد الدعم موجود في كل وقت، بس ما بنلاقيش الدعم زي ما بيكون في موقف صعب شويه او حاجه، او صعب قوي احيانا في مواقف قبل كده سابقه. يعني لما نفتكر الدوري بتاع 95 اللي كان فرق 10 12 بونت وخدناه، نفتكر الدوري بتاع السنه قبل اللي فاتت كان فرق 12 13 بونت وكسبناه. هفكرك بموسم تاني يا كابتن اسامه. احنا في الموسم ده من المواسم القليله اللي احنا خسرنا فيها الدوري، ماشي، سنه 92 91 92 مظبوط كويس، وكنا مش في المستوى الفني بتاعنا المتميز كويس، وجينا بنلاعب نهائي كاس مصر الزمالك اهلي وزمالك، جمهورنا كان ضعف جمهور نادي الزمالك. مظبوط، الشوط الاول كانت الكفه متارجحه بين الفرقتين، الشوط الثاني تقريبا نادي الزمالك هو اللي كان مسيطر على الوضع، ولكن جمهورنا فضل يشجعنا لحد الدقيقه 92 و95 بعد كده لما جبنا الجول. مين اللي جاب؟ ايه؟ مين اللي جاب الجول؟ طاهر ابو زيد. شاط الكوره. ايوه صح، وطاهر ابو زيد هو اللي عمل فولو. شاط الكوره. يعني بعد ما شاطها هو اللي عمل فولو. لا بس انا قصدي يعني انت جاي تسيط نفسك بقى. لا والله العظيم، لا والله العظيم، بس انا حسيت ساعتها قد ايه، مش بعد 10 سنين لا، بس جمهور الاهلي على طول ورانا حتى لو احنا بحاله مش كويسه. مظبوط، ف يعني كل الماتشات اللي انا او المواسم اللي انا ذكرتها والمباراه اللي انت دلوقتي فكرتنا بيها اللي كسبنا فيها الزمالك في نهائي كاس 92 في اخر ثانيه، وجول 84 الكاس ده انت لعبت الماتش ده المصري كتير، لما كان المرحوم السيد متولي بيظبط البدله عشان ياخد الكاس. مزبوط، كابتن علامة هو جاب الجول وبعدين جبنا جولين كمان. ومعروف عن النادي الاهلي انه اوقات كتير بيكسب في الوقت الضايع من مزبوط. الاصرار والتحدي اللي عنده والدوافع اللي بياخدها من جماهيره، وكمان بطولات كنا احيانا بنبقى متاخرين فيها وبنلحقها في توقيت صعب او توقيت احيانا بيبقى في يعني في اللحظات الاخيره كتير. نشوف برضو الكونفدراليه اللي عماد متعب جاب الجون في اخر ثانيه مع مستر جاريدو في اخر ثانيه في البطوله، يعني تعتبر اخر ثانيه في المباراه جاب هدف قاتل، وهكذا كتير يعني. وجمهورنا كان مساند دايما، فاحنا اللي بنقوله انه يعني يمكن شريف وضحها انه احنا دخلنا كل البطولات السنه دي خدناها. صحيح، يعني في 7-8 شهور بطولتين افريقيا، خدنا كاس مصر، خدنا السوبر، خدنا السوبر المصري، السوبر الافريقي. يعني نسبه نجاح اللعيبه دي 100%. تقريبا 100%. لا 100%. 100% فعلا. يعني لا مزبور. كاس العالم ثالث كاس عالم، يعني دي بطوله برضه. مظبوط مظبوط. فبيحصل بعض المواقف الصعبه سواء في دوري طويل زي دوت الموسم متلاحم او مواسم متلاحمه، بيحصل الظروف ديت كتير، لكن احنا يعني عندنا ثقتنا في لاعبتنا وجهازنا الفني، وقبليه قبل كل الناس دي جماهيرنا اللي هي الداعم دايما، فلازم يبقى عندهم الامل زي ما عودونا، وتوفيق ربنا طبعا. توفيق ربنا يكون معانا واللعيبه تكون رجاله زي ما عودونا دايما، وان شاء الله البطوله في الاخر تبقى بتاعتنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.